اسبوع داخل القطاع افضل اللعيبه اللي تالقت خلال المباريات. هنستعرضها مع حضراتكم دلوقتي، افضل التشكيله من اللعيبه خلال الاسبوع اللي فات. هنبتدي من حراسه المرمى. عندنا رمضان ابو حطب حارس مواليد 99، واحد من الحراس المميزين، تالق في مباراته الاخيره امام المقصه وحافظ على نظافه شباكه. عندنا باك رايت ابراهيم السيد مواليد 99، من العناصر الاساسيه للفريق وشارك في كل المباريات. عندنا محمد اشرف الباك ليفت مواليد 2001، وده من واحد من افضل اللاعبين في المركز ده، تذكروا اسم محمد اشرف. عندنا اثنين مساكين، علاء نبيل مواليد 2000، ادى اداء رائع امام المولين العرب المباراه اللي انتهت بفوز الاهلي 2-0. عندنا المساك الثاني عبد الرحمن مانو، قلب دفاع مواليد 99، برضو من افضل المدافعين وكان نجم في مباراه الاهلي والمقصه الاخيره. خط الوسط عندنا كريم عثمان، خط وسط مواليد 2003، كان احد نجوم فريق الاهلي في مباراه النجوم اللي انتهت بفوز الاهلي 6-0، وتالق يعني بشده في هذا اللقاء. وليد عطيه خط وسط مواليد 2000، احد افضل اللاعبين في هذا المركز ويشارك دايما بصفه اساسيه مع مواليد 2000. عندنا زياد طارق جناح هجومي بيلعب تحت المهاجم ناحيه اليمين مواليد 2000، بيواصل تالقه بشده هذا الموسم ويشارك بصفه اساسيه مع فريق مواليد 2000، ومواليد كمان بيصعد مع مواليد 99. صالح نصر، صالح نصر ما شاء الله ممكن الاسبوع الثاني او الثالث عندنا في افضل تشكيله. صالح نصر جناح هجومي بيلعب برضه تحت المهاجم ناحيه الشمال مواليد 99، احرز هدفين في لقاء امام مصر المقصه، وهو هداف البطوله برصيد 12 هدف. هشام شعبان مهاجم مواليد 97، وهشام شعبان من المهاجمين المميزين داخل القطاع، احرز هدف الانتصار لفريقه على بتروجيت في الدقيقه الاخيره، واحرز في الموسم دوت 3 اهداف مع فريق الشباب. عندنا عمرو توفيق مهاجم مواليد 2000، تالق بشده في لقاء الاخير امام النجوم واحرز 3 اهداف وصنع هدف. عمرو توفيق مواليد 2003. ما شاء الله عندنا لعيبه تالقت خلال الاسبوع اللي فاتوا، وان شاء الله كل اسبوع عندنا دايما هيكون افضل تشكيله داخل القطاع. عندنا